صفحات من التاريخ المجيد للدبلوماسية المصرية. دبلوماسي عاش في قلب أحداث عاصرتها مصر وشهدها العالم على مدى نصف قرن. مع وزير خارجية مصر السابق السفير نبيل فهمي. دبلوماسي مصري قدير نشأ في أسرة زادها اليوم السياسة والشؤون الدولية. أي مكالمة بعد 12 بالليل أي حتى في العالم ما تجيش عليها، كلموا الأفندي مستشار السياسي وهو يقرر. حديثنا عن فصول رائعة وذكريات لا تنسى من تاريخ الدبلوماسية المصرية المجيد. بس في الفرنساوي نداه قال لي مستر فهمي، قلت له أفندي أنتوا فاكرين نفسكم مين بالظبط؟ بيقولها بلطف مش فضحكت، قلت له في ايه يا سياده السفير؟ قال لي ايه الدبلوماسيه المصريه دي؟ انتوا في كل موضوع لكم راي وموجودين في كل جلسه، ده انت عارف بعض الحاجات اعضاء المجلس مش عارفينها وبتاثر فيها من بره، ايه اللي في دماغكم؟ امريكا والاخوان علاقه غريبه جدا، يعني هي مؤيده الاخوان مؤيده افعالهم ولا هي ضدهم ولا ايه بالظبط؟ أمريكا مش مؤيدة أي حد غير نفسها. تلعب على الكسبان على طول. هل فكرة المشروع العربي ما زال قائمة؟ الأفسد مشروع قومية عربية حاجتين، المبالغة في تصوير الأمور على أنه تطابق وده مش مطلوب أصلا، مش حقيقي ومش مطلوب، وعايز يبص لمستقبله. السؤال الثاني ده القومية العربية ما كانش بترد عليه، طب هتبني مستقبلي إزاي؟ كيف تتصور مستقبل العالم حاليا وعلى المدى القصير؟ لازم دايما تستفيدي من الكروت اللي عندك. ايوه وتفهمي الكروت اللي عند اللي عند غيرك. هنقعد نقاوح شمال وجنوب هنخسر. حقائق وخفايا من كواليس الدبلوماسية المصرية ومعاركها الوطنية في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.